أكد وزير المالية والموارد المائية والري هاني سويلم ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام، وخاصة الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته بالملتقى 15 للتحالف العالمي لشركات مشغلي المياه التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنعقد في القاهرة، حيث أشار سويلم اعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ.